صباح الخير يا ماما. صباح الخير. هو مين حضرتك؟ أنا فريدة يا ماما. فريدة؟ فريدة هانم إبراهيم. ازاي حضرتك يا هانم وزي البشمهندس والأولاد؟ كويسين. هو انتي مش فاكراني خالص يا ماما؟ أنا كان عندي بنت تيجي تزورني، انتي عارفة؟ أنا سميتها على اسمك. أه والله مدحت كان مصمم يسميها فاطمة على اسم والدته، بس أنا قلت له لأ، فريدة هانم دي صاحبتي، أنا ماليش أخوات غيرها. ماما يا حبيبتي، أنا فريدة بنتك. لا 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 لا، فريدة؟ لا طبعا مش مو فريدة بنتي، عندها 10 سنين ولسه في المدرسة. بس عارفة أنا نفسي لما تكبر تبقى شبهك الخالق الناطق بالظبط. متأكدة اللي مش عايز السفندي؟ بص يا ماما، الشال ده حلو قوي، خليه دايما معاك يا حبيبتي. وانت قلتيلي انت اسمك ايه؟ فريدة مدحت ابو العلم. كان عندي بنت تيجي تزورني، بس بطلت.